الآن نحن هدفنا إسعاد مواطني دولة الإمارات. سعياً من هيئة الصحة بدبي في العمل وفق تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تنفيذ مشاريع تحت مظلة الحكومة الذكية وتحقيقاً لهدف إسعاد مواطني دولة الإمارات، ستعمل الهيئة بنظام الرعاية الصحية الذكية. يقوم النظام بإنشاء ملف المريض الإلكتروني عن طريق ربط معلومات نظام السجل الطبي الإلكتروني EMR بنظام التواصل والأرشفة الصورية PACS وجمعها وتخزينها في قاعدة البيانات الطبية، والتي يسهل على الطبيب والمريض الاتصال بها والوصول إلى الملف عبر الحواسيب والأجهزة المحمولة الذكية في أي مكان وزمان، ويمكن من خلاله متابعة تفاصيل الوضع الصحي وإصدار أوامر طبية للإجراءات العلاجية ووصف الأدوية والمواد اللازمة، إذ يربط كافة أقسام المستشفى أو المركز الصحي ببعضها بدون أوراق، بدون سجلات، بدون أفلام، وبدون انتظار، فيخفض حتى 50% من الوقت، محققا الشمولية، الدقة، السرعة، وسهولة التواصل. وكرؤية مستقبلية للنظام، فإنه قابل للتطوير بما يضمن له الديمومة والاستمرارية لمواكبة أحدث التقنيات. كذلك يربط كافة المراكز الطبية بعضها ببعض ليكون النظام العامل في حكومة المستقبل على مدار الساعة، محققا الكفاءة التقنية والمالية بإبرام شراكات مستدامة مع شركاء موثوقين. وبتطبيق النظام ستمتلك دبي قاعدة بيانات تجعلها قبلة لرواد الأبحاث العلمية والفعاليات الطبية، كذلك لتعزز السياحة العلاجية المبنية على الثقة والنجاح في هذا المضمار، ليحقق مكسبا يضاف لمسيرة دولة الإمارات، ولنخطو خطوة جديدة نحو المركز الأول وتحقيق هدف الحكومة الأسمى، وهو إسعاد الناس بكل كفاءة إدارية ودقة فنية من خلال نموذج دبي للإدارة الصحية الذكية.